garbage. قطعنا شارع الجاردنز وهسه حاليا متوجهين لشارع المدينة المنورة. هسه حاليا احنا بمشارع المدينة المنورة. السلام عليكم حبايب المتابعين، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. وياكم يوسف الناصر من قناة يوسف الناصر. اليوم راح نجرب وياكم حلويات حلوة بشارع الجوعانين، فلا تروحون بعيد. طبعا شارع الجوعانين هو هذا الشارع الحيوي اللي ابدا ما ينام، حتى اذا موجودة كورونا وحتى اذا اكو حظر تجول بعمان. فشي خرافي، كل اكل غدا عشاء ريوق حلويات موالح سكريات اي شيء. اليوم راح نجرب وياكم فروت سلط، فيلا تعالوا ويانا. بدايه البلوج ردنا نروح على فروت سلط، بس صدفه شفنا هذا المطعم، مطعم سيخ كباب، فقررنا نروح عليه ونجرب العشاء يمه. فكانت النتيجة شيشين كباب، شيشين تكة، شيشين تكة لحم. حط لي غنية شعرات ولو إلي ماشي؟ متدلل ترى أنا والله ما له حساب عكس ما بتحط لي الغنية للحبابة. ها؟ شعرات ولو شعرات ولو إلي يا مو يا ست الحبايب يا مو للحبابة. والله وعشت. يلا شو تحب توجه كلمة؟ أول شيء مساء الخير ويعطيكم العافية، فرصة سعيدة زرتونا بمطعم سيخ كباب شارع المدينة المنورة. حبيب قلبي. ثاني شيء أهلا وسهلا بشعب العراق. الله يخليك. وأهل العراق وأنتم غاليين علينا. وإلكم أحلى سلام وتحية من إخوانكم السوريين. وبهدي سلامي لوالدتي الأغلى شيء بحياتي، والله يخلي لي إياها. الله يحفظ لك إياها إن شاء الله. وبتمنى هيك تحطوا لها غناية على ذوقكم للأم، لانه هي امكم قبل ما تكون امي. فدوى العمر. الله يخليكم امكم يا رب. فرصة سعيدة واهلا وسهلا، شرفتوني حبيب قلبي. مع تحياتي تشيف يا ابي. تسلم. باي. بعد ما اخذنا عشانا من سيخ كباب، هسه صار نقدر نحلي بفروت سلط، فخلونا نروح على فروت سلط. يعني احنا ورا فروت سلط على مود نحلي، فيلا تعالوا ويانا. هاي هنا اجراءات السلامة، معظم والدينات وماسكات وفاتات. هاي الفواكه ناكلها طبيعية طبعا. هاي
هسه راح نبلش بالفروت سلطة اللي هو الفوتوشيني والليمون ونعناع. هذا الليمون والنعناع على مود شنو؟ على مود يعادل النكهة، لأن هنا حلاوة فول، وهنا عندنا ليمون ونعناع على مود شنو؟ نبلش بيها هسه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هاي الأمسة هاي الشعور طبعا هاي لقطة خرافية بها. هاي لقطة ناخذ من هاي تمام، وقاها ناخذ فراولاية نحطها وين؟ في الحليب. جولتنا خلصت وكان الليمون والنعناع نهايه الجوله. ليش؟ لان على مود يركز على تعادل الحموضه والحلاوه بين بعض. خلصنا الماعون، طبعا كان الاكل يخبل، هيك كانت الشوكولاته والحلاوه كلها تنزل. زول الكرام، خلصنا لكم هذا الفيديو، نلقيكم فيديو جديد وبلوج جديد من قناه يوسف الناصر. باي باي. هاي الضيافه من مطعم فروت سلطة. طبعا هنا نفسياتها طيبه وكل شيء خرافي، انصحكم به لانه من اشهر المطاعم الحلويات معمول.